يا من هنا لا سارة طاو بريمير ميرو جامع
Yeah. Tant que Bolo Kai. خليلو تيتر كيف يا الله ليوري الدور تاعك انه عطيتها البارح زيد اه سامو اه ايه هو ديال السمطور زيد سامو هيا تعبش تما ولدي اه بس بركة مصطفى هكا إذن معنا لاعب بودودة لاعب فريق ترجي قرنة بعد انتصار ثمين أمام فريق نجم بني والبان بثلاثية نظيفة واش تقدر تقول لنا على هامش هذه المقابلة؟ الحمد لله بريبارينا الماتش كوم الفو تما ما يخفيلكش السخانة اليوم والتعب وهذا سمعنا كامل احنا بريباريو الحمد لله كنا في يومنا وربحنا بامبوريز ان بون ريزلتا المقابلة القادمة إن شاء الله ان شاء الله نكملوا كيما هكا بعد الاخر تاع العام بعد نحاولوا نكلاسيو مع الاولو ونضمنوا المنتيان لابوك. اذا بعد نهايه مقابله فريق ترجي قرمة امام الضيف نجم بني والبان عن جولة الواحدة والعشرين من قسم ما بين الرابطات الجهه الشرقيه التقينا مع مدرب الترجي السيد طارق رداف ايش تقدر تقول لنا بعد نهايه هذه المقابله بثلاثيه نظيفه في هذه المقابله؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك الشعب الجزائري كامل وتحية عطيرة للجمهور الرياضي الكريم بصفة خاصة. نظن فيما يخص المقابلة تاع اليوم يعني دينا مقابلة يعني في المستوى وإن كانوا الأولاد حاضرين يعني من الجانب الذهني ولا الجانب التكتيكي فوق أرضية الميدان وإن طبقنا يعني كرة لاباس بها محترمة وما نقولوش يعني ما درناش مقابلة يعني عالية يعني جيدة يعني في مستوى كبير لكن عرفنا كيف نسيروا المقابلة وتحكمنا في زمام الأمور وسيطرنا يعني بالطول والعرض وكنا قادرين نسجلوا الهدف الرابع والخامس والسادس لكن احنا ما نكتفيو بنتيجه تاع 3-0 وراح نحضروا بها يعني بمعنويات مرتفعه ان شاء الله في قادم المواعيد والمقابله القادمه ان شاء الله في قسنطينه ضد الفريق السابق فريق اتحاد فوبور.